أستاذة ريهام من دمياط، تتفضل. أستاذة ريهام، الو الو، ألو، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ربنا ما يحرمناش نورك يا مولانا، الله ربنا يرضى يبارك عنك، فيك، ربنا يحفظكم ويزيدكم نور وبركة. ربنا يجزيك خير على العلم النافع والحرص الصادق، انك على احوالنا مع نفسنا ومع رب العالمين يا رب من يا خلال رب الموضوعات دي. يا رب ربنا يا رب يبارك فيك يا رب. يا رب. عندي اتفضلي سؤالين يا مولانا. اتفضلي. هو انا لو داخله الجامع وقت القيام وانا ما كنتش صليت العشاء وهصلي مع الامام، هو هيصلي سنه وانا هصلي يعني في نيتي فرض، يجوز؟ طيب، ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو وقت النوم، اللي هو نهايته امنت بكتابك الذي انزلته وبرسولك الذي ارسلت، نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، عايزة بس تفسير الجزء الأخير. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول آمنت بكتابك وآمنت برسولي. طيب، هقول لحضرتك، لان انت شايفه ان الكتاب هو كتاب القران الكريم والرسول هو حضره النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، مش هو كده؟ صح؟ ما انا انت بتقولي كده، فازاي هو بيقول ان هو كانه امن بنفسه؟ أيوة صح. هقول لحضرتك، اجاوب لحضرتك. اول حاجه، يجوز لك ان انت تصلي صلاه الفرض وراء النفل، لان احنا بنفتي الناس بما جرى عليه مذهب السادة الشافعية ان هو لا يجب اتحاد نية الإمام والمأموم. يعني مش لازم الإمام المأموم يبقى نيته نفس نية الإمام. فيجوز لك ان انت تصلي وراء العشاء وتاخذي ثواب الجماعة، ان شاء الله تاخذي ثواب الجماعة وتكملي ما بقي لك من الصلاة بعد ما يصلي هو الركعتين بتوعت القيام، تصلي انت وراء الركعتين وتكملي انت وصلاتك، ان شاء الله تحسب لك يا جماعة. السؤال الثاني، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال. في ثلاث اجابات على السؤال ده، ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا، لان هذا الدعاء ما كانش الدعاء لحضره النبي بس ولكن لنا جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الدعاء عشان يفتح لنا باب، يبقى بركه الدعاء ان حضره النبي دعا بهذا الدعاء، فنحن لما ندعو ناخذ بركه ان حضره النبي اول من دعا بهذا الدعاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فهو بيعلمنا ده، فيبقى احنا اللي بنقول ده. الامر الثاني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان مخاطب ان هو كمان يؤمن عشان ترتفع درجته. فهو صلى الله عليه وسلم مؤمن بالكتاب، هو نزل عليه الكتاب وهو مؤمن بالكتاب، لانه مؤمن، هو صلى الله عليه وسلم هو كامل الايمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كامل الايمان بالكتاب وبالرسول. وعشان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ المقام العالي في هذا الايمان، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. هذا لرفع درجه رسول الله، مش لان رسول الله ما كانش مؤمن فامن، لا، عشان يرتفع درجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.